معنا من باريس أستاذ العلوم السياسية الدكتور فادي فاضل. دكتور أهلا بك. بداية يعني بعد التحرك لطرد السفراء والبعثات الدبلوماسية من الدول الغربية وكذلك الدول الأوروبية، هل ننتظر تحركا دوليا آخر؟ تعتبر هذه الخطوة خطوة مهمة جدا وتحولا في أخذ بعين الاعتبار مسائل المجازر التي تحصل في سوريا. فهذا الموقف السياسي بامتياز، كما تجر الإشارة، أنه موقف دبلوماسي سياسي بامتياز، مبنيا أولا على التقارير، تقارير الأمم المتحدة، سيما الأمين العام بان كي مون لمجلس الأمن في 25 أيار، وأيضا حول تقارير أخرى باتت موجودة عند الدول الغربية حول مسؤولية النظام السوري فيما يخص هذه المجازر. فإنه موقف سياسي بامتياز، ويمكن تفسيره من ناحية الضغوط على النظام لكي يبادر ويعلن حالة وقف إطلاق النار ووقف الأعمال العنفية، وبالتالي يكون هو المسؤول عن عدم احترام وقف الأعمال العنفية. نعم، هذا من جهة النظام، ولكن هناك أيضا مطالب للمجلس الوطني السوري بالتدخل العسكري من قبل هذه الدول التي طردت السفراء. هل نتوقع ذلك أم ننتظر مجازر أخرى للتحرك؟ يجب أن يكون هناك إجماع في مجلس الأمن الدولي لكي يتم اعتماد قرار دولي يسمح باستخدام السلاح للدفاع عن المدنيين. نعم، الآن لا يوجد إرادة سياسية وإجماع سياسي لدى الدول الدائمة العضو في مجلس الأمن لكي يتم التدخل العسكري في المسألة السورية، وهذا مقارنة مع الوضع الليبي يمكن أن نسجل مفارقة، أن في الوضع الليبي كان هناك إجماع في مجلس الأمن، حتى الآن أقول حتى الآن، أي بمعنى آخر أن العلاقات الدولية تتطور يوما بعد يوم وساعة بعد ساعة. يمكن الأخذ بعين الاعتبار أن موقف الروس وموقف الصيني يمكن أن يتحول ويمكن أن يتم أخذ بعين الاعتبار المعطيات الجديدة والمصالح أيضا الدولية الجديدة، وعند ذاك يمكن أن ننتظر تدخل عسكري أو على الأقل موقف واضح سياسي لمجلس الأمن من ناحية أخذ قرار ملزم وضاغط وقمعي بحق النظام السوري. شكرا لأستاذ العلوم السياسية الدكتور فادي فاضل، كنت معنا من باريس.